السلام عليكم اميرتي الغاليات، جيسبر كو فوزالي بيان. البنات عاد عندي البيدنجال، دونك كنت نغسل في الثلاجه تاعي شتخوي البيدنجال، كنت نطيبو معاكم. عملكم حنا عندنا بروبليم تاع البيدنجال، مني انا وحده وجبت عينه من الشوي تاعو ونقلي وتوسا زيوت الطايره. دونك حنا عطيتلكم واحد الطريقه اخرى باش نديروها زعلو. دونك انا البنات نحكم البيدنجال ونقسمو على ثلاثه مرات كيما هكا، ومن بعد نقصو ديدي كيما هكا. فوالا خليتها اكسبري هادي باش نعطي لكم فوالا كيف ندير. دونك البنات هنايا با نورمالمون تحكموا الطماطم كيما هكا، نحكم ثلاثة حبات وتقسموهم ديدي. انا شوي بريسي البنات و فوالا. دونك حطيتها بلابو تاعها، كاينين من اللي ما يحبوش لابو، مي لابو اي صحيه البنات. دونك فوالا كيف نديرها بنات. نجيب شوف انا مش مقصوصه با، لكن عندكم معدنوس، عندكم بيرسيل، عندكم اي حاجه تحبوا تطيبوا بها. المهم نجيب الخرقوم البنات، نحط الفلفل الكحل، انا قلت لكم ما نطيب الفلفل الكحل حتى يفض هذا، ومن بعد نشري واحد اخر. نحط شويه كان بالكم صحي هذا بس كبير. البنات الكمون، الكمون هذه الوصفه تحب الكمون بزاف 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 بزاف. المهم نحط شويه هكا. البنات نحط 3 كويير تاع زيت زيتونه، زيت زيتونه بور موا سي 3 كويير صا بور لانستون. نورمالمون نحط الزيت هو الاول البنات، سي بور سا درت كيما هكا، سمحوا لي. تحطوا الزيت هو الاول ابري تحطوا لو غاست. دونك المهم قلت لكم بنات ما تحركوهاش، نشعلوا عليها الغاز، نحطوها مويان في مويان البنات. فوالا فوالا 5 بور موا 6 بور موا سي بون البنات. بعد تحطوها في كيكوت، سي اوبليجي كيكوت البنات. فوالا تقفلوا عليها في كيكوت وتسناو البنات 10 مينوت، مي 10 مينوت حتى تسمعوا الصفاره تاع كيكوت تصفر، ومن بعد باش تحسبوا 10 مينوت، ومن بعد نجي نولي نقول لكم كيفاه ديروا. البنات فاتت 10 مينوت، انا شوفوا كيفاه دبان. درك تحكموا ان كويير كيما هكا البنات تاع عود، وتبداو هكا تربزوا فيها هكا، كل واحد كيفاه يقولها تمعسو تربزو ما عنديش كيفاه. المهم هكا ومام طون تخلطوا تخلطوا وتمعسو. كل واحد كيف شوفوا البنات، انا باغ اكزومبل هنايا درت 5 سنات، وانتما سا ديبون البنات، انتما ديروا 3 زوز سا ديبون، لكن درتو وحده ولا زوز. المهم نبقى نمعس فيه البنات هكا فاصل خلا البنات. ميم طون هو قاعد يطيب بنات، وانا قاعده نمسح في نمعس فيه باردون نمعس فيه وندور ميم طون نحركو. هاكا كل واحد كيفاه يضرب بنات، شويه ان بو بيردي. وهذا وين البنات نحط الملح، على ما حطيتش الملح قبيلاتك البنات باسكو الملح يسيب بزاف الماء، دونك ابخي واش يجي باش يشرب لنا هذاك الماء، هذا كي يشرب الماء هذاك راسي بوغ سا ما حطيتش البنات. ميم طون نزيد له 3 كويير تاع زيت زيتونه. المهم اللي ما عندهاش زيت زيتونه البنات تبدا ب هو يحب زيت زيتونه، اللي ما عندهاش تبدا بزيت الاخر سيتو، مي هو تفاصا يحب زيت زيتونه ابخي اختيار تاعكم ولي مويان تاعكم. بنات نزيد له تومات كونسونطري، نزيد له ان كويير، انتما واش حبيتوا، تحبوا تزيدوا تزيدوا، تحبوا ما تزيدوش ما تزيدوش. انا نزيدها تعطي واحد المذاق تعجبني، اي ميم طون شوفوا انايا الطماطم تاعي رحيتها شفتوا. شوفوا البنات هي جوست تحطوا لا كويير يدوب وحده، مش يعني ديروا ديزيفور ولا حاجه. دوك نزيد فيها شويه كمون، هو البلا هذا يحب بزاف الكمون بالجال.
دونك نتوما اللي كان عندكم لا كورياند ولا بيرسيل ولا اي حاجه يعني خضره هكا تزيدوا فيها هكا شويه وتبقاو تخلطوا تبقاو في وراها حداها البنات باش ما تحرقكمش. هاي كيفاه جات البنات، انا ديكوريتها جست ثلاثه زيتونات من الفوق وراح نزيد معاها طرف تاع فخيط وكل واحد يدير الساندويتش تاعو. والسلام عليكم. المهم بنات انا زدت ورات 10 مينوت هذوك زدتها بخاسك 10 مينوت البنات، تبقاو تقليو فيها حتى تشوفوا الزيت هذاك، شوفوا حتى تشوفوا الزيت خرج منها سينو ما تنحيوهاش قبل. المهم شاهدكم في الجنه، ابيانتو تشاو.